الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم لك الحمد حتى يبلغ الحمد منتهاه، اللهم لك الحمد بجميع المحامد، ما علمنا منها وما لم نعلم، طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا رددته. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة، اللهم زدها حفظاً وحرزاً وتوفيقاً، واحفظ قائدنا وإمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، اللهم اجزهم خيراً عن كل من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام نظير ما قدموا للمسلمين والإسلام، اللهم أحينا على التوحيد والسنة وأمتنا عليهما يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اجعل هذه الساعة ساعة إجابة ونرفع إليك أكف الضراعة من بيتك العتيق، اللهم فأعتق رقابنا ورقاب والدينا ووالديهم ومشايخنا وولاة أمرنا ومن له حق علينا، أعتق رقابنا جميعا من النار، واجعلنا في هذا الشهر من الفائزين يا رب العالمين، اللهم احفظ رجال أمننا، اللهم زدهم حفظا وتوفيقا وتسديدا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر.